Aló. Mira, Karim Rasala, Carla, Día, شو بها ديا؟ قطعتيها الببرونة وعم بتخطيها على ظهرها لتتدشى وما سمعتيها تدشيت؟ هيدا شي خطير؟ شو قلت؟ قد ما تتدشى مش شي خطر، الخطر انه ضل خبطها على ظهرها. غريب هالحكي. بعدين حسيته تلقمن علي. شو؟ تلقمن عليكي؟ والله هيدا البعض ناقصنا، شو ما يكون انزعج من التليفون. ليش ينزعج من التليفون؟ ليش؟ بعد ساعة 2:15 بعد نص ليل، في حدا بنام بهالوقت؟ شي بيعصب، نامي لأنك نامي. حتى ما آخر زمن. في هيك؟ ألوان. بونجور حكيم. بونجور نبيها، حدا اتصل فيي؟ كريم رزق الله، كل 5 دقايق تليفون، أكثر من 20 مرة اتصلي، بدها تحكي معك. كريم رزق الله؟ إيه، عرفتها أكيد. كريم رزق الله، تتصل فيي على البيت لتسألني إذا بدها بيسوى تنام بعد العشاء دغري؟ إنه شو بدها يعني؟ بنت بعدها خلقانة جديد، شو؟ تاخد الببروني ما بتعرف، أنا جاي بتعرف تاخد الببروني، تتعشى وتتمشى على الكورنيش. لا، واللي بيقهرني أكثر شيء يا نبيها، اللي بيقهرني أكثر شيء وبتم لي بدني، إنه قبل ما تسكر التليفون شو بتقول لي؟ منكون مع عينيك دكتور. شو بدها يعني؟ الساعة 3:30 الصبح، معقولة ما تكون وقعتنا؟ شو بعمل لك؟ بتصل لك فيها؟ لا لا شو ولا شو؟ ما هي كل 5 دقايق بتتصل. هلا صار وقتها. ما قلت لك شو تعزي حالك. الو كريم. ايه اهلا. لا ولا معقولة ما عرفتك شو هالحكاية هي. شو بها البنت؟ ولا من ساعة ما فقت لهلا ما بكيت. مشغول بالك عليا. هيدا كثير طبيعي مدام كريم. كثير طبيعي، ما هي البنت مش على طول بتبكي، لا الا بحالات معينه، مثلا اذا جوعانه، عطشانه، ممغوطه، عليها حراره، ايه، ما ينشغل بالك ابدا عليها، نورمال، طيب، لا شو هالحكي، شو هالسؤال هذا؟ هذا واجبنا كريم، الله معك. بتعرفي يا نبيها انه انا هلا على المضبوط انشغل بالي على البنت. ليش حكيم؟ لانه معقول تكون مش عم تبكي وعندها هيك ام بتصير تنام. بتعرفي مين اذن على العشاء الليلي؟ مين؟ حبيب. مين حبيب؟ حبيب ومرته. شو؟ انا مش رايحه. ايه؟ ليش وكان هيدا؟ هيك بكون العشاء عربون صدحة بينك وبين سميرة. ولا ممكن، أنا وديها قاعدين ليوم الإقامة. شو نسيت شو عملت فيي هيك السنة؟ إيش عملت فيك هيك السنة؟ إيش عملت فيي وقت النافورة؟ نافورة المي؟ إي نافورة المي، أنا أعطيتهم من بلدي من خزانة مي ليعملوا نافورة بالساحة، وهي قال شو؟ عملت البركة على حسابها، بقوموا بسموها نافورة سميرة. البلدية ابن عمها قصة النافورة واضحة للأعمى وإنه فيها إيد وإجر. ليك أنا هيدا الشيء ما بيمروا علي، ومن بعد ما عملوا فيي هاليومين طالعة السبت على الضيعة أقطع المي عن النافورة لشوف شو بدهم يعملوا. إيه وهيدا رئيس البلدية هيدا الزفت هيدا حسابه عندي محامي رح يرفعوا دعوة من كعب الدهن. وحياتك يا سليم إذا ما بدك بالحبس ما بيكون اسم عينا. إيه حكيم؟ ديا خلصت ببرونتها وبعدها عم تبكي هيئتها جوعانة بعد، شو بعمل؟ أطعم يا؟
سما بس. بملك ببرون تاني مامي. هلا انت صدقتك يا عمي انه انا بدي ارفع لها دعوه على رئيس البلديه. بس هي مصدقه وخبرت كل الناس انه محاميها بده يدق رئيس البلديه بحد، وكله كرمال شو؟ كرمال انه قال اسم سميره عن الاسمه. اسمك هيك كل القصه كرمال 200 دولار. شو 200 دولار؟ ما خبرتها؟ لا ما خبرتنيش. مايلة تبرعت 200 دولار ليعمروا الميتم، كرمال هيك كان بده يشكرها أول شيء، لأن سميرة حسب ما قال لي جوزها حبيب إنه تبرعت 150 دولار. 150 دولار تبرعت سميرة؟ إيه. ومايلة 200 دولار؟ إيه. هيك رجل. عمي اعتبر هذه المشكلة بإذن الله انحلت. خلاص يا عيني عليك. ميتين دولار. يا حميدتي لحد هلا مسيو فادي انا ما عرفت ليش حضرتك بعت وراي، وشو هو المهم اللي بدك تقول لي اياه؟ والله المهم اللي بدي اقول لك اياه ما راح اقدر اقوله قبل ما يوصل الشخص اللي ناطرينه. اوكي. الميتم ب 150 دولار رح تتبرعتي ب 3000 دولار. قولك شو بيعمل؟